هذا الموضوع أولا كيتبنى على واحد الفلسفة اللي هي فلسفة ليبرالية اللي بدات مع يعني واحد مجموعة المفكرين منهم جون لوك إلى غير ذلك، اللي وكان عندهم وهذوك أصلا كانوا متشددين مع بعض الانحرافات، لكن عموما هي فلسفة قبل ما تكون سلوكيات. بمعنى الفلسفة الليبرالية هي فلسفة من المنظور الإسلامي نقدر نسميوها سوداوية، أي يحسب الإنسان أن يترك السودا، بمعنى بدون أمر وبدون نهي. علاش؟ لأن في الفلسفة الليبرالية معيار الخير والشر هو اللذة، شي حاجة تعطيني لذة أكثر من الحاجة اللي كانت قبل منها هذه أفضل، بأقل تعب وأقل تكلفة ممكنة، لذة أكثر وتعب وتكلفة أقل. هذا الشيء يقدر بزاف الناس ما يتفاعلوش معه وما يفهموش، لكن خصنا نعرفوا أن هذه المسألة هذه فلسفة قبل ما تكون قوانين وسلوكيات وإملاءات منظمات خارجية ومنظمات نسوية وكذا 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 وكذا. هذا الجانب الفلسفي، بمعنى الليبرالية لا تتوافق مع الإسلام البتة، ما يمكنش تكون مسلم وتكون ليبرالي. إلا بغيتي تكونهم بجوج، يا ما كتفهمش الإسلام يا ما كتفهمش الليبرالية يا ما كتفهمهمش بجوج. هذه من ناحية التأصيلية الفلسفية، واللي بغى التفصيل كاين في الأصل. ثم كاين الممارسات، بمعنى الحرية الفردية، السلوكيات، العلاقات الزنائية إلى آخره. هاد السلوكيات هادو هم فقط التجليات ديال هاد الليبراليه. يعني علاش الليبراليه كتقول لك ما كاينش حاجه سميتها مزيان ما مزيانش، كاين الحاجه اللي بغيت خصني نقدر نديرها. وبالتالي كتجي واحد المنظومه اللي هي المنظومه الرأسماليه، كتلقى هاد المنظومه الليبراليه هي اكثر منظومه متلائمه معها. علاش؟ لان الرأسماليه شنو خصها؟ خصها غير ربح. سوق، الا كاين سوق ناس طالبين شي حاجه خصني نعطيها لهم باش نربح. الا جاوا الناس طلبوا العلاقات الزنائيه وفيها واحد مجموعة المنتوجات والأفلام والكذا والكذا اللي هي غتعطيني ربح، أنا كمنظومة رأسمالية خصني نلقى أن داك السوق مفتوح، ما يجيش شي واحد يقول لي ممنوع. فجميع القوانين التي فيها منع أخلاقي أو ديني خصها تطير، ولكن ما يمكنش أنا كمنظومة رأسمالية نطيرها دفعة واحدة، المجتمع غينتفض. فكنمشي بشوية بشوية، فكنبدلوا قانون ونبدلوا حتى اخر ونبدلوا سلوكيات ونشروا ثقافه في افلام في برامج في مسلسلات الى اخره، باش داك المجتمع بشويه بشويه يعني الاستدراج ديال ابليس ما كيكونش دفعه واحده. ما كاينش شي واحد اللي كان متقي وكيصلي وكذا 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 ويجي ابليس ويقول له انت غتزني وتشرب وتاخذ دريبه في نهار واحد، ما كاينش، كاين استدراج. سنه الله سبحانه وتعالى في الحياه هو التدريج، سواء في السلبي او في الايجابي الا بعض الحالات النشيز. فبالتالي ملي كنجيو لهاد السلوكيات كنلقاو ان كاين منظمات نسويه، منظمات ليبراليه مدعومه بملايين الدراهم والوثائق موجوده، والاسواق ديالها لي زابيل دوفر ديالها يعني موجودين عندي وعند مجموعه ديال الاشخاص اللي هما بملايين الدراهم. ملي كتلقى هذوك المنظمات شنو كدير؟ هذوك المنظمات تنادي بحقوق المراه، المراه كل شيء بالعكس، يعني كل منظومه كتقول انها هي كتدافع على حقوق المراه اكثر. كان عندي حوارات مع كبار النسويات كتلقاهم في الاخر خاويين من ناحيه الفلسفيه، ما فاهمينش في الحقيقه داكشي اللي كيديروا لين غيوصل، وحنا عارفين فين يوصل. مثلا كتشوف غير فرنسا مثلا متقدمه بمراحل في حقوق المراه بالمنظور الليبرالي، كتلقى الولادات خارج اطار الزواج ولاد زنا 60%، كتلقى يعني الطلاق يعني ارقام خياليه، نسبه يعني كتلقى واحد الانحرافات في المجتمع اللي ملي الان وقعت الانتفاضات في فرنسا طلبنا الاباء باش يضبطوا ولادهم، لكن هاد الاباء حيدنا لهم جميع السلطات. ما يمكنلكش تعطي غير لا فيسي غير 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 لا فيسي لولدك، ما يمكنش. علاش؟ حنا ما كنقولوش لا فيسي مزيانه، كنقولوا بعض الحالات الاستثنائيه كتقدر تصلح فيها شي حاجه خطيره. مثلا يجب ان يؤدب كما يؤدب الحاكم المواطن البالغ، يؤدب كي يدخل للسجن ولا كي يكون تعزير الى غير ذلك ولا غرامه. فهادو في المنظور الليبرالي كيقول لك ما عندكش انت سلطه على لا على الزوجه لا على الابن لا على حتى حاجه، فكتولي المنظومه الاسريه مفككه، كتولي غير فقط مجموعه افراد ما كتكونش منظومه. فبالتالي كيولي كل واحد كيدير اللي بغى، وهذه من علامات الساعه اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم تلد الامه ربتها، كيولي الولد كيحكم في البو والبنت كتحكم في البو في الام. هذه تجليات ليبرالية. فعادي جدا أن الأباء في فرنسا ما يقدروش يضبطوا ولادهم. علاش؟ لأن درتي لهم غرامة على أي سلوك فيه الضبط
للمنظومه الاخلاقيه والتربويه للابن، وليتي الابن فقط المدرسه هي اللي يمكن لها الضبط. فهذه نتيجه، ما كتبقاش الاسره كمنظومه الكري دو ليان سوسيال، كتخلق واحد النسيج الاجتماعي، ما بقاش تم تفكيكه. علاش؟ لان هذا في الصالح ديال الراسماليه والليبرال. هذه مسائل مرحليه، المآل ديالها هو داكشي اللي وقع الان في دول مثل كندا واوروبا وكذا، اللي الولد يمكن له ياخذ القرار انه يبدل الجنس ديالو في 5 سنين 6 سنين وانت ولا 7 سنين 8 سنين وانت ما عندكش حق تهضر. هذا الشيء اللي كنعيشوا حنا في المغرب فقط مرحلات، يعني مراحل. اما المنظومه الليبراليه ما غاتحبسش هنا، كون على يقين غيجي واحد الحزب الليبرالي اكثر من هذا اللي كاين دابا وغيقول لك يعني لاش كاع هاد اصلا المنظومه الاسريه، راه نديرو كما كاين فرنسا الكونكوبيناج، يعني واحد العقد اللي ماشي زواج، ما فيه التزامات، ما فيه حمايه للمراه. فهاد المنظومه الليبراليه مثلا من التناقضات ديالها انها مثلا كترفض القضيه ديال التعدد واخا يكونوا كبار وموافقين، في حين ان الفلسفه الليبراليه مع التعدد. علاش؟ لان الفلسفه الليبراليه كتقول لك الا كانوا كبار وراشدين وباغين شي حاجه خصك تخليهم يديروا. هاد المنظومه الليبراليه لا قاصره، هنا فين كتشوف القصور والعجز الفلسفي ديال هاد الناس اللي كيناديو بهادشي. فهادو اللي كيقولوا في الحقيقه الامر بزاف الناس كيسحبوا المراه، المراه ما كتاخذ غير النص ديال الذكر في مجموعه الوضعيات، وهذا غلط، لان هذاك الشيء كيخصك تاخذه في المنظومه ديالو اللي هي المنظومه الاسلاميه، اللي هي كما قلنا لا تتوافق مع المنظومه الليبراليه البتة. الا دخلتي الليبراليه نسيتي الاسلام، خرجتي على الاسلام. فالمنظومه الاسلاميه اش كتقول لك؟ كتقول لك الزوجه او المراه الابنه كتاخذ النصف ديال الذكر. لماذا؟ لان الذكر تتبعه تكاليف لا تتبعه المراه. فالمراه مثلا كتاخذ داك الثلث كديرو في جيبها، تقدر ديرو في جيبها، تقدر تعطيه لوالديها، تقدر دير به اللي بغات. لكن الزوج تابعينه تكاليف ديال اولا النفقه على الاصول والفروع، الابناء والاباء واجب عليه، ثم تابعينه تبعوا المهر ديال الزواج، ثم تبعوا السكن ديال الزواج، ثم تبعوا الطعام والشراب الى غير ذلك ديال الزواج، ثم تبعاه النفقه ديال الابناء والنفقه ديال الزوجه مرغم بزز منه، ثم تابعينه الى كان الله يحفظ الطلاق تابعاه المتعه وتابعاه النفقه على الاطفال وتابع. فملي كتشوف كدير غير عمليه حسابيه كتاخذ غير واحد 100 مليون 33 هنا و 66 هنا، كتلقى داك 66 اللي خدا الولد تقريبا كلها كتبخر، في حين داك 33 كتبقى كما هي الا حفظت عليها، فهمتي؟ ففرق كبير. ولذلك كنقول هاد النسويات كانوا غير فاهمين شويه يطالبوا بالمنظومه ديال الاسلام، ولكن شنو خصهم يطالبوا بالاسلام يتطبق. علاش؟ لان كاين قصور في بعض الجوانب. مثلا داك العم اللي كيجي ياخذ الارث، حنا عندنا في القران واحد الايه في سوره البقره اش كتقول؟ وعلى الوارث مثل ذلك. فإلى واحد كيورث، الاسلام ديما فيه واحد القاعده واضحه، الغنم بالغنم، إذا كانت البنت فقيرة خصو يعاونها، بس بكل بساطة، ماشي يجي وياخذ ويمشي. هذه بحال كنعالجوا إعوجاج بإعوجاج آخر، بمعنى بحال إذا قلتي الصف ديال المسجد عوج، أنا غناخذ هذاك السطر داك لاستيك اللي كيدوب في المسجد وغنعوجو باش يكون السطر باين. لا، راه خصك ترجع الناس لبلاصتهم، ماشي تبدل البلاصة ديال هذاك اللاستيك، فهمتي؟ فهذا نفس الشيء اللي خصك دير، هو أن الوارث الذي لا يقوم بالنفقة ترغمه على ان يقوم بالنفقه. اما في حقيقه الامر الاسلام ملي كيكلف الزوج بواحد التكاليف وكيعفي المراه منها، راه بحال عطى المراه لا غوت خيطونتيسي. حقيقه الامر ان احنا كرجال باش كنخدموا؟ باش تكون العائله مرتاحه، باش نقدروا نلقاو باش ننفقوا على الناس، باش نقدروا نرتاحوا شي شويه. في حين المراه عندها هادشي بلا خدمه، طبعا ماشي بلا خدمه، عندها تكاليف في البيت، ما كنقولوش المراه، انا بعدا ضد العباره ديال المراه جالسه في الدار، كنبغي نقول المراه واقفه في الدار، واقفه على جيل، واقفه على بيت، واقفه على الى غير ذلك. ف وملي كنناقش عموما كبار رؤوس النسويات والليبراليين كتلقى يعني المنظومه فارغه، يعني ما اولا ملي كتجي تناقشهم فلسفيا ما كيعرفوش الفلسفه ديال داكشي منين جاي ولا فين غادي، ما عارفين لا العواقب ديالو بحال داكشي اللي واقع دابا، يعني من شذوذ ومن هذه ذكرها عبد الوهاب المسيري يعني بواحد الشكل دقيق جدا وتنبأ بها في الثمانينات. قال نهايه الليبراليه الشذوذ الجنسي. علاش؟ لان الشذوذ لا يتبعه تكليف، ما كاينش ولد من بعد، فتقدر دير علاقه بلا ولد. اما الزواج والعلاقه مع الجنس الاخر فيها تكليف، فيها مسؤوليه، ربما فيها علاقه، فهمتي؟ علاقه اجتماعيه، فبالتالي وكيتنتج عليها ولد احيان كثيره، ففيها تكليف اكثر من الشذوذ. فبالتالي المنظومه الليبراليه الشهوانيه شنو اللي احسن؟ هذيك. ولذلك الان ينتشر
مع الأسف في العالم الغربي، وهذا يعني من المهلكات، يعني يخربون بيوتهم بأيديهم. حنا ما كرهناش ما يوصلوش لهذا الشيء، ولكن اصلا اللي كتكلم مع بزاف ديال النساء اللي كيخدموا كيقول لك حنا ما كرهناش يكون فعلا امكانيه ديال اننا نتكلفوا بالوليدات اكثر من اننا نخدموا، لان الخدمه فيها تماره، فيها تحرش. نعطيك مثال، مثلا فرنسا 100% من النساء تعرضن للتحرش في وسائل النقل، المراه كتاخذ وسائل النقل باش تمشي. هنا مثلا ملي كتشوف الترامواي مع 7 الصباح مدبوس وشي لاصق في شي، يعني فعلا يعني حقيقه شي لاصق في شي، يعني مصيبه. وديما الترامواي كيكون فيه جوج عرادات. الا مشينا نشوفوا غير دول متقدمه بحال اليابان ولا ماليزيا ولا هذا، كتلقى مجموعه ديال الاشياء كيديروا جوج عرادات، عربه النساء عربه الرجال، يا باش يتهناو من داك المشكل ديال كل شي لاصق في شي. في الساعات ديال الذروه 7 الصباح 8 الصباح كيكون فعلا شي لاصق في شي، والباب ديال الترام ما كتبغيش تشد. هذا كمثال. ولاد الحافله، شي خدمته في الحافله. ف هو شوف، عموما الاصل الرأسمالية كتبغي انه المرأة تخدم. علاش؟ لان الرأسمالية كما قلت لك المحدد ديالها والحركيه ديالها هي الارباح. فاذا انتجتي اكثر واستهلكتي اكثر راه الارباح غيتزادوا. انا بسيطه، معادله بسيطه، فاذا عندك انت 8 مليار ديال الناس و4 مليار جالسين، خصك تلقى شي باكيج، شي ماركتينغ باش تنوضهم للجلاس، طبعا ماشي جالسين، واقفين على بيت طبعا نعاودو نرجعو للعباره، وتخرجهم باش هذيك اللي كانت مثلا كتنتج وتوكل وهذيك كتنتج وتوكل وترا عاجل، خص هذيك تمشي للريستوران اللي نتجات هذيك، وهذيك تمشي للمدرسه اللي نتجات هذيك، ويبداو كيتخالصوا بيناتهم كما قال يعني روكفيلر. حتى المنظومه الضريبيه تنتعش والمنظومه البنكيه تنتعش الى غير ذلك. فالاصل هو ان المراه كتخرج تخدم ملي كتحتاج. يعني مثلا كاين حالات يعني مرأة مثلا هي بوحدها اللي كتعول العائلة، كاينين أسر ولا مطلقة ما عندهاش منين ولا مجموعة هاد الاستثناءات كاينة، ولكن حنا ما كنتكلموش على الاستثناءات، لأن كل استثناء عنده حكم. حنا كنتكلموا على القاعدة، والقاعدة هي كل يوم بيني وبينك اليوم تقدر المرأة تخدم غير من الدار. هادشي اللي هضرنا عليه في التجارة الإلكترونية، وهادشي اللي هضرنا عليه المهن من بعد والخدمة عن بعد إلى غير ذلك. فإذا كان عندها وقت فارغ علاش لا؟ وهذا الشيء كتلقى الناس كيقول لك أنت ما بغيتيش المرأة تقف، وهذا غلط، هذا غلط. لأن إذا كانت المرأة جاهلة راه هي اللي غتربي داك الوليدات، غيطلع جيل جاهل. فحنا بغينا المرأة، حنا كرجال راه كنعانيو من الخدمة حيت ما كيعطيناش الوقت باش نقراو، ما فيه الكفاية. الخدمة ما كتخلي الناس الوقت، كنهضر غير على راسي مثلا. انا ما كرهتش نتفرغ اكثر للمطالعه، القراءه، الثقافه والعباده وكذا وكذا. الخدمه ما كتخليلكش الوقت، لان تكليف، مسؤوليه، في حين المراه يمكن لا تلقى هذا الوقت. ولذلك اليونان ملي كثروا عليهم ديك الساعه كان العبوديه، كثروا عليهم العبيد، شنو داروا الفئه راقيه في المجتمع؟ خلاو العمل للعبيد ومشاو هما للفلسفه والفيزياء والبيولوجيا والاقتصاد والفيزياء الى اخره، فهمتي؟ فملي كتامل في الحياه ديال الانسان في اخر المطاف، انا لجي هنا واش العمل التحقيق اللي دات؟ هذه كنقولها في احيان كثيره، عمل مشقه. طبعا قول اعملوا هذاك العمل، اولا كنروح للعباده، ثم العمل الا كان فعلا لوقايه الاسره من الطلب، واللي ان يكون الانسان عفيفا ويتعفف طلب الناس، هذاك حتى هو فيه الاجر ان شاء الله الى نواه، لكن فيه مشقه. تقوليش هذاك تحقيق اليدات، شنو العلاقه ما بين العمل فيه اجر وتحقيق اليدات؟ انا تحقيق الذات، وتحقيق الذات هو انني نقدر ندير الحاجه اللي بغيت. فملي كتجي المنظومه الراسماليه كتقنعك على ان داك المساله اللي هي مشقه تحقيق اليدات راه نجحات، كيولي الانسان كيقول لك لا. وملي كنمشيو للمجتمعات الغربيه كنديروا دراسات سوسيولوجيه اجتماعيه، كتلقى ان لي ليان سوسيو، الروابط الاجتماعيه كلها تم تفكيكها، الاسره، الدين، المجموعات الى غير ذلك. شنو بقى؟ بقى العمل. عرفتي اش كيوقع الانسان اللي كيفقد العمل ديالو في الغرب؟ كيولي لا انسان، الصحاب ديالو ما كيبقاوش، الاسره ديالو ما تبقاش تعقل عليه، الروابط الاجتماعيه ديالو ما كتبقاش. الى 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 فقد العمل يمكن يفقد المنزل، ولا ما عندوش منزل ما يقدرش يدير لادريسه، ما تقدرش توصلو للبريه اللي يقدر يدير فيها خدمه جديده، كيولي لا انسان. فبالتالي حنا بغينا المجتمع ديالنا المسلم ما يخضعش لداك تفكيك الروابط الاجتماعيه اللي هي كتجمعنا. حنا كمجتمع مغربي عنده تقاليد وقيم واعراف، المنظومه الراسماليه والليبراليه جايه خاصها تنحر داك الشيء بشويه بشويه باش ما يبقى.